وللمزيد بشأن هذا المؤتمر وفعالياته ينضم إلينا عبر الهاتف من مكان انعقاد المؤتمر موفدنا محمد مصطفى. محمد، مرحبا بكم. لو تطلعنا على أجواء المؤتمر، ما الهدف الرئيس لانعقاده؟ بداية، عقدت هيئة علماء المسلمين في العراق هذا اللقاء العلماء التضامني في الغرفة الشرقية مع الغرفة الشرقية في مدينة اسطنبول، تضامنا مع الغوطة الشرقية وأهاليها الذين يتعرضون بشكل يومي لمجازر يومية. يهدف المؤتمر بحسب الهيئة المنظمة لإيصال صوت الدعم العلمائي من علماء المسلمين كافة من الجنسيات العربية والإسلامية المختلفة لما يلعبه كما تقول الهيئة دور العلماء من أهمية في نصرة قضايا الأمة الإسلامية، وأن العلماء هم من يقفوا في الصف الأول في الدفاع عن مظلوميات الشعوب العربية والإسلامية. محمد، من هي الشخصيات التي حضرت هذا المؤتمر؟ حضر اللقاء التضامني هنا في عدد من العلماء والمشايخ من العالم العربي والإسلامي من الجنسيات المختلفة من فلسطين وسوريا واليمن ومصر وغيرها، وعدد من المثقفين والإعلاميين، إضافة إلى مشاركة يعني عدد من ممثلي الهيئات والروابط الإسلامية كرابطة علماء فلسطين في الخارج والهيئة الإسلامية في سوريا وكذا، يعني عدد من الهيئات الإسلامية والروابط الإسلامية، وكذلك كما أيضا الروابط التركية. محمد، من الجانب التركي هل من شخصيات حضرت هذا المؤتمر؟ نعم، كان للجانب التركي حضور على مستوى بعض الشخصيات والصحفيين، ومن أبرزهم عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين عمر الفرق قطمان، وقد كانت له كلمة أيضا في اللقاء، كانت له الكلمة الثانية في اللقاء، أكد فيها على أهمية دور العلماء في إغاثة القضايا الإنسانية، وأكد أيضا على ضرورة وجود تخطيط من قبل متخصصين للعلماء في الأمة لإخراج هذه الأمة من أزماتها ومشاكلها. محمد، أخيرا، ما هي التوصيات التي خرج فيها المؤتمر؟ كان هناك عدد من الكلمات في اللقاء التضامني خرج ببعض التوصيات والمقترحات، كان أهمها يعني ما اقترحه الشيخ وصفي عاشور أبو زيد من مصر، وهو إنشاء قافلة علمائية لإيصال المساعدات للغوطة الشرقية، يعني مساعدات إنسانية برعاية تركية للتضامن مع المحتاجين في الغوطة. وهو هذا الأمر الذي أكد عليه الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ مثنى حارث الضاري، والذي أعلن في كلمته عن إقامة لقاء موسع يجمع الهيئات الإسلامية كافة في اسطنبول لتبني هذه القضية وللتنسيق فيما بينها لإيصال تلك القوافل إلى الغوطة الشرقية وإيصال المساعدات وإيصال صوت العلماء بأنهم يقفون مع أهل الغوطة الشرقية الذين يعانون كل يوم المجازر من مكان انعقاد المؤتمر موفدنا محمد مصطفى، شكرا جزيلا على هذه المعلومات والإفادة.